السلام عليكم. وعليكم السلام. يا طيب قولوا لي يا جماعة، كان علينا تسميع ايه؟ مس، احنا اخر حاجة عملناها كنا بنحل. اخر حاجة يا مس حليناها الاختبار الرابع، وخدنا الاختبار الخامس واجب. واخدنا تمام. اختبار، وانا يا مس عشان بس ما يعملش دوشة، فكتبت في كراسة أما القطعة بتاعة الخريطة كتبتها في كتاب صوت. تمام، برافو عليك. طيب افتحوا لي بقى يا ولاد الدرس الجديد خالص في الوحدة الثالثة. لحظة، وحضرتك بتدي درس ولا صفحتين صفحتين؟ لا بندي صفحتين صفحتين. اوكي. افتحوا لي صفحة، استنوا، 147 الحياة السياسية والإدارية في عصر الدولة الإسلامية. الحياة السياسية والإدارية في عصر الدولة الإسلامية. لحظة بس هشير لكم، أخد سكرين وهشير لكم. واضح كده عندكم يا ولاد؟ ايوه يا مس، طيب هناخد ايه النهارده بقى يا جماعة؟ هناخد النظام السياسي والإداري في الدولة الإسلامية. يعني ايه؟ يعني عايزين نعرف الدولة الإسلامية كانت الإدارة كانت عاملة ازاي فيها، والنظام السياسي نظام الحكم كان عامل ازاي. طيب عناصر النظام السياسي والإداري، تكون النظام السياسي والإداري من 7 عناصر. يبقى احنا عندنا، يبقى النظام السياسي والإداري تكون من كم عنصر في الدولة الإسلامية؟ من 7 عناصر. مين هما؟ الخلافة، تمام، الخلافة اللي هو الخليفة اللي بيحكم، والوزارة اللي هو الوزير اللي بيعاون الخليفة، والإمارة، والدواوين، والقضاء، والشرطة، والجيش، والأسطول. يبقى احنا عندنا في 7 عناصر بيكون النظام السياسي والإداري. يبقى ايه هم؟ الخلافة، والوزارة، والإمارة، والدواوين، والقضاء، والشرطة، والجيش، والأسطول. يبقى احنا عندنا، يبقى النظام السياسي والإداري كان بيتكون من كام عنصر؟ 7 عناصر. ايه هم؟ الخلافة، والوزارة، والإمارة، والدواوين، والقضاء، والشرطة، والجيش والإيه؟ والجيش والأسطول. طيب الخلافة، أول حاجة الخلافة، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت ما قالش هو عايز مين خليفة من بعديه، لكن هو ترك الأمر شورى علشان المسلمين هم اللي يختاروا بنفسهم. يبقى اتبع المسلمون نظام الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ليه؟ ليه المسلمين اتبعوا نظام الخلافة؟ علشان يختاروا مين اللي هيتولى حكم الإيه؟ علشان يختاروا مين اللي هيتولى إدارة شؤونهم. طيب كيفية اختيار الخليفة؟ كانوا بيختاروا الخليفة إزاي؟ في عهد الخلفاء الراشدين كان يتم اختياره بالشورى. يبقى احنا عندنا، يبقى كيفية اختيار الخليفة، يبقى في عهد الخليفة الخلفاء الراشدين كان يتم اختياره بالشورى. طيب في عهد الدولة الأموية والعباسية أصبحت الخلافة بالوراثة.
تمام، يبقى احنا عندنا يبقى في عهد الدولة الأموية والعباسية أصبحت الخلافة بالوراثة، وأول من أدخل نظام الوراثة في الحكم هو معاوية بن أبي إيه؟ هو معاوية بن أبي سفيان. يبقى احنا عندنا تاني في عهد الخلفاء الراشدين كان بيتم الاختيار الخليفة بالإيه؟ بالشورى. طيب في عهد الدولة الأموية والعباسية أصبحت الخلافة مالها؟ أصبحت الخلافة وراثية، وأول من أدخل نظام الوراثة في الحكم هو مين؟ معاوية ابن أبي سفيان. طيب مين هيقول لي نظام الحكم، النظام السياسي والإداري كان بيتكون من كام عنصر؟ يلا يا تقى قولي لي كان بيتكون من كام عنصر؟ 7 عناصر: إيه هما؟ الخلافة والوزارة والإمارة والدواوين والقضاء الشرطة والجيش والأساطير. طيب يلا يا عمار قول لي النظام، عناصر النظام السياسي والإداري، تكون النظام السياسي والإداري من كام عنصر؟ ها؟ من 7 عناصر يا مس: إيه هم الـ7 عناصر يا عمار؟ الخلافة والوزارة والإمارة والدواوين والقضاء والشرطة والجيش والأسطول. طيب كيفية اختيار الخليفة؟ يلا يا سارة، في عهد الخليفة الخلفاء في عهد الخلفاء الراشدين كان بيتم اختياره بالإيه؟ كان يتم اختياره بالشورى، وفي عهد الدولة الأموية والعباسية أصبحت الخلافة بالوراثة. أول ما يتخذ النظام الوراثة في الحكم هو معاوية بن أبي سفيان. طيب عندنا بقى مهام الخليفة. الخليفة يا جماعة بيعمل إيه؟ الخليفة بيتابع كل أمور الدولة وحمايتها وبيحمي الدولة. طيب وبيعمل إيه كمان؟ إقامة العدل بين الإيه؟ إقامة العدل بين الناس. يبقى إحنا عندنا يبقى من مهام الخليفة ها متابعة كل أمور الدولة وحمايتها، وبعد كده ها إقامة العسل بين إقامة العدل ما بين الإيه؟ إقامة العدل ما بين الناس، يعني لازم يكون في عدل. الخليفة هو اللي مسؤول إن هو يقيم العدل بين الإيه؟ بين الناس، تمام؟ وهو اللي بيتابع كل الأمور بتاعة الدولة وهو اللي بيحمي الدولة. طيب عرفت الوزارة بقى، لما نيجي نتكلم عن الوزارة عرفت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيستشير كل أصحابه في الإيه في الحاجة اللي هو هيعملها، يعني لو طالع مثلا حرب أو طالع غزوة كان بيستشير أصحابه الأول نروح ولا لأ، فيستشير أصحابه وكان يخصهم بالقيام ببعض الأعمال نيابة إيه عنه. طيب في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين استمروا في اتخاذ مستشارين لهم المستشارين لهم علشان يأخذوا برأيهم في بعض أمور الدولة. يبقى في عهد الخلفاء الراشدين ها والأمويين كانوا بياخدوا ناس مستشارين علشان يستشاروهم في أمور الدولة، تمام؟ طيب في عهد الدولة العباسية ظهر منصب الوزير كوظيفة رسمية، يبقى منصب الوزير بقى وظيفة إيه؟ بقى وظيفة رسمية.
ألو، تمام يا جماعة، يبقى عرفنا إيه مهام الخليفة، يبقى بيتابع كل أمور الدولة ويحميها وبيقيم العدل ما بين الإيه؟ ما بين الناس. طيب نظام الحكم السياسي والإداري زمان كان كم عنصر؟ 7 عناصر. إيه هما؟ الخلافة والوزارة والإمارة والدواوين والقضاء والشرطة والجيش والإيه؟ والجيش والأسطول. طيب يلا يا سما، قولي لي يا سما، ايه هي عناصر النظام السياسي قديما؟ حيث كان الرسول وأصحابه يستشير كان الرسول يستشير بعض أصحابه فكان يخصهم بعد بعض خلاء الراشدين استمروا في اتخاذ مستشارين لهم للإفتاء برأيهم في بعض أمور الدولة. في عهد الدولة العباسية ظهر منصب الوزير كوظيفة رسمية. طيب يلا يا فؤى، قولي لي كيفية اختيار الخليفة، ازاي بيتم اختيار الخليفة؟ في صوت دوشة. ايه ده؟ طب يلا يا سارة، يعني الواحد يلا بعد يا يكون سارة، نفس الحاجة ما يكونهاش لا لا يلا يا سارة كنت بقى طالما متأخر عليها لما تعمليه يا مس. جماعة اللي فتح المايك يقفله، جماعة اللي فتح المايك يقفله غير اللي بيجاوب. يلا يا سارة، قولي لي يا سارة، اتكلمي لي عن الوزارة، عرفت منذ عهد الإيه؟ الرسول، وكان بإيه؟ حيث كان الرسول يستشير بعض أصحابه وكان يخصهم بالقيام ببعض الأعمال نيابة عنه. في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين استمروا في اتخاذ مستشارين لهم لأخذ برائهم في بعض أمور الدولة. وفي عهد الدولة العباسية ظهر منصب الوزراء كوظيفة رسمية. طيب يلا يا مريم، قولي لي تكون النظام السياسي والإداري من 7 عناصر، إيه هما يا مريم؟ من 7 عناصر وهي الخلافة والوزراء والإمارة والدواوين والقضاء والشرطة والجيش والأسطول. طيب بيقولك اختبر نفسك، أكمل. ظهر منصب الوزير بصورة رسمية في عهد الدولة إيه؟ أمين يجاوبي بس. طيب يلا يا يلا يا سما، الدولة العباسية. شطورة. طيب يلا يا عمار، بما تفسر ظهور نظام الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاختيار ما يتغيرش من مدافعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يلا يا تقى، حدد مهام الخليفة في الدولة الإسلامية، إيه مهام الخليفة في الدولة الإسلامية؟ متابعة كل أمور الدولة وحمايتها وإقامة العدل بين الناس. طيب يلا يا يلا يا مريم، دلل. غير معاوية ابن أبي سفيان في نظام الحكم. نعم الحكم
ما اعرفش. غير معاوية بن أبي سفيان في نظام الحكم، مين عارف؟ قولي يا اختيار من عمار. زمان الإدارة في الأمم. هو أول من أدخل نظام الوراثة في الحكم، اكتبهم يلا، حيث إنه أول من أدخل نظام الوراثة في الحكم. بس طيب يلا يا يلا يا مريم، قولي لي عناصر النظام السياسي والإداري، كانوا 7، ايه هما؟ الجيش والأسطول والدواوين والخلافة والإمارة والقضاء والوزراء والشرطة. طيب يا ريت يا جماعة اللي فتح المايك يقفل. الصفحة اللي بعدها، عندنا الإمارة. ظهر منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيرسل بعض الصحابة إلى المدن والقبائل اللي دخلت في الإسلام. طيب ليه الرسول بيرسل اللي هو اللي بيرسل بعض الصحابة، ليه بيرسلهم من المدن والقبائل اللي هم لسه داخلة في الإسلام؟ علشان يعلموا الإيه؟ علشان يعلموا الأطفال أمور دينهم والإمامة الإنسان في الحياة، في الصلاة. تمام، يبقى احنا عندنا، يبقى الرسول كان بيرسل بعض الصحابة للمدن والقبائل اللي اتفتحت علشان ايه؟ علشان يعلم الناس اللي جوه المدن ديت الصلاة، ويعلمهم ايه؟ امور العبادة، ويعلمهم امامة الناس في الصلاة. تمام، طيب في عهد الخلفاء الراشدين بقى ايه اللي حصل؟ ظهر منصب الوالي في عهد عمر بن الخطاب، حيث قام بتقسيم الدولة الإسلامية لولايات، وعين كل والي واليا ايه؟ وعين كل واليا لكل ولاية. يعني مثلا مش فاهمة. دلوقتي لما كان في مدن جديدة بتتفتح، كان ايه اللي بيحصل؟ ها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيبعت مجموعة من الصحابة. تمام، كانوا بيروحوا يعملوا ايه؟ كانوا بيروحوا من المدن الجديدة دي وبيعلموا اهلها الاسلام، لان اهلها بيكونوا لسه داخلين في الاسلام، فبيروحوا بقى يعلموا اهلها الاسلام ويعلموهم امور دينهم. تمام، ويعلموهم الصلاة وامامة الناس في الصلاة. تمام، طيب
في عهد الخلفاء الراشدين بقى ظهر منصب الوالي. يعني ايه ظهر منصب الوالي؟ يعني لما كانت الدولة، لما كانوا يعملوا توسعات في الدولة الإسلامية، كانوا الخلفاء الراشدين بيعينهم على البلاد اللي اتفتحت ديت واحد اسمه الوالي. الوالي ده هو اللي مسؤول عن مثلا المكان اللي اتفتح ده أو المكان اللي دخل الإسلام. الوالي ده هو المسؤول عن كل حاجة في الإيه، في المكان الجديد اللي اتفتح. يبقى ظهر منصب الوالي في عهد عمر بن الخطاب، حيث قام تقسيم الدولة إلى ولايات. عمر بن الخطاب بقى عامل إيه؟ راح الدولة مقسمها لولايات، وعين على كل ولاية والي هو المسؤول عن الولاية دي. تمام، فهمتيها؟ هي مستمرة. طيب الوالي ده مهامه ايه؟ الوالي ده زي المحافظ كده عندنا، مش المحافظ هو المسؤول عن المحافظة بتاعتنا، اهو الوالي برضه هو المسؤول عن الولاية بتاعته. طيب بيعمل ايه بقى الوالي؟ إدارة شؤون الولاية وحمايتها، زي المحافظ كده، إدارة شؤون المحافظة وحمايتها. طيب وبيعمل ايه كمان؟ قيادة جيش الولاية، بيقيد الجيش بتاع الولاية. وايه كمان؟ بيجمع الضرائب والزكاة. يبقى بيجمع ايه وايه؟ بيجمع الضرائب والايه والزكاة. يبقى عرفنا مهام الوالي ايه؟ تمام. طيب وطبعا كان بتبقى فيه لازم فيه حاجة مهمة جدا تتوافر في الوالي وتتوافر في الايه؟ في الوزير. يا ترى ايه هي؟ لازم يكون عندهم صدق، لازم يكون عندهم عدل وذكاء وأمانة ورحمة. تمام، يبقى يشترط في الوزير أو الوالي أن يتسم بالايه؟ أن يتسم بالصدق، ها، وإيه كمان؟ وأن يكون عادل وعنده ذكاء وأمانة ورحمة ما بين الناس. يلا يا عمار اتكلم لي عن الإمارة. تمام يا ميس. الإمارة هي ظهرت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الصحابة إلى المدن والقبائل التي دخلت في الإسلام بما تفسر ليعلمهم أمر دينهم الإمامة الناس في الصلاة. وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ظهر منصب الولي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قام تقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات وعين وليا في كل ولاية. مهام الوالي كان جمع الضرائب والزكاة وقيادة جيش الولاية وإدارة شؤون الولاية وحمايتها. وكان اشترط في الوزير أو الوالي يتسم يكون عنده صدق وعدل وذكاء وأمانة ورحمة بين الناس. يا تيتشر يا مس، طيب يا تقى، يا تقى نايس. قولي لي ايه هي، ايه هي مهام الوالي؟ الوالي بيعمل ايه؟ إدارة شؤون الولاية وحمايتها، قيادة الجيش والولاية وجمع الضرائب والزكاة. طيب عندنا بقى الدواوين. لما نيجي نتكلم عن الدواوين، الدواوين دي اتنشأت امتى؟ اتنشأت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. طيب وعمل ايه؟ أنشأ عدة دواوين.
يبقى عمر بن الخطاب عمل دواوين منها ديوان الايه؟ ديوان الجند. عارفين ايه هو ديوان الجند ده يا جماعة؟ ديوان الجند ده اللي كان بيتسجل فيه اسماء الجنود، تمام؟ وبيحددوا الرواتب بتاعتهم من خلال ديوان الايه؟ الجند. يبقى احنا عندنا، يبقى بدأت الدواوين سبب بداية نشأتها، نشأت في عهد الخليفة مين؟ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وانشأت عدة دواوين زي مين؟ زي ديوان الجند. طيب ديوان الجند ده كان عبارة عن ايه؟ بيتكتب فيه الأسابي بتاعت الجنود ده، وبيتحدد لهم الرواتب بتاعتهم في ديوان الجند ده. طيب سبب النشأة بتاعت الدواوين ايه؟ تنظيم إدارة شؤون الدولة. يبقى احنا عندنا بننظم إدارة شؤون الدولة. طيب عندنا الدواوين تطورت وتنوعت مهامها. طيب في الدولة العباسية كان عندنا ديوان اسمه ايه؟ كان اسمه ديوان البريد وديوان الخاتم. ايه ديوان الخاتم ده؟ ديوان الخاتم ديت يا جماعة اللي هم بيختموا المراسلات بتاعة الخليفة علشان ما تتزورش او علشان ما تتزيفش. طيب مين اللي عمل ديوان البريد وديوان الخاتم؟ ديوان البريد وديوان معاوية الخاتم معاوية عملهم بن سفيان. معاوية بن أبي سفيان. نعم، كنت بقول إن هو عملهم يعني معاوية بن أبي سفيان. يبقى احنا عندنا في الدولة الأموية عملهم ايه؟ ها، ديوان البريد وديوان الخاتم. مين اللي عملهم؟ ها، معاوية بن أبي سفيان. طيب في الدولة العباسية استمر تطور الدواوين، وكان لكل ديوان موظف مسؤول يسمى صاحب الديوان. يبقى احنا عندنا، يبقى في الدولة العباسية ايه اللي حصل؟ ها، تطور الدواوين مستمر، والدواوين عمالة بتتطور، وكان لكل ديوان موظف هو اللي مسؤول عنه يسمى صاحب الإيه؟ صاحب الديوان. بتقولي إيه؟ طيب الدولة الأيوبية، الدولة الأيوبية ديوان الأسطول كان فيها ديوان الأسطول، استحدثه صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي هو اللي عمل ديوان الأسطول ده. طيب ليه عمل ديوان الأسطول؟ علشان هو كان بيهتم بأمر السفن الحربية لمواجهة مين؟ لمواجهة الصليبيين. يبقى احنا عندنا، يبقى في أيام الدولة الأيوبية صلاح الدين الأيوبي عمل ديوان اسمه ديوان الأسطول، وديوان الأسطول ده هو اللي بيعمل لنا السفن الحربية، تمام؟ لأنه كان عايز يعمل سفن حربية علشان يطارد بيها مين؟ علشان يطارد بيها الهكسوس. يبقى عرفنا يا جماعة الدواوين كان عندنا في الدولة الأموية كان في دواوين ايه، وفي الدولة العباسية كان في ديوان ايه، وفي الدولة الأيوبية ديوان ايه. يبقى في الدولة الأموية ديوان البريد والخاتم، في الدولة العباسية كان عندنا ايه؟ ها، كان لكل، كان استمر تطور الدواوين، وكان لكل ديوان موظف بيسمى باسم صاحب الديوان. طيب في الدولة الأيوبية كانوا مهتمين بديوان الأسطول. ليه ديوان الأسطول؟ ها، عملوا صلاح الدين الأيوبي لاهتمامه بأمر السفن الحربية علشان يواجه مين؟ الصليبيين. طيب تطورت، قلنا الدواوين وتنوعت مهامها، تمام؟ لازم نحفظوا الدواوين يا جماعة في كل دولة. طيب بيقول لك حدد مهام الوالي في الدولة الإسلامية. ها، الوالي كان بيعمل إيه في الدولة الإسلامية؟ كان يمان مهام يمس
كان إدارة تبع شؤون إدارة شؤون الولاية وحمايتها الجيش الولاية وجميع وقيادة الضرائب. الجيش الولاية وجمع الضرائب والزكاة. تمام، برافو عليك يا ولاد. طيب يلا يا سارة، قوليلي قوليلي في الدولة الأموية كان في ديوان إيه وديوان إيه؟ الدولة الأموية كان فيها ديوان الخاتم وديوان البريد، نشأ معاوية بن أبي سفيان. طيب قولي لي يا سارة، في الدولة العباسية ايه اللي حصل؟ ها؟ استمر تطور الدواوين وكان لكل ديوان موظف مسؤول يسمى صاحب الديوان. تمام، يبقى عرفنا يا جماعة ايه الإمارة وايه الدواوين، تمام، وعرفنا مهام الوالي ايه. طيب، وبيشترط في الوزير او الوالي اللي هو لازم يكون بيتسم بالايه، بالصدق والعدل والعلم والذكاء والأمانة والرحمة بين الناس. طيب، يبقى احنا يا جماعة كده خلصنا أول صفحتين في الدرس، هيتذاكروا كويس جدا 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 عشان هنسمعهم الحصة الجاية. والواجب بتاعكم بقى يا جماعة هيبقى إيه؟ ها، هيبقى صفحة، احنا كده اتفضلنا في الدرس صفحة واحدة، تمام. الواجب بتاعكم بقى هيبقى صفحة إيه؟ هيبقى صفحة 156 و157، خلاص. خلاص يا مس، ممكن ثواني، حضرتك تصور الواجب وتبقي تبعتيه لنا على الجروب عشان مش معايا نصور كتاب. معكيش الكتاب؟ حاضر، هنبعت لك السكرين اللي انا اخدته. شكرا يا خلاص مس، يا شكرا. جماعة، يبقى عرفنا علينا ايه الحصة الجاية. الدرس ده مهم جدا 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 جدا، يتذاكر كويس جدا، خلاص. والحصة الجاية هنسمع أول صفحتين ونكمل بقية الدرس بإذن الله. ماشي يا حبيب قلبي، نشوفكم على خير الحصة القادمة. السلام عليكم. عليكم السلام.